السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم ملعبك مع أيمن علي. الأهلي بيتعادل مع صن داونز 0-0، وبكده صن داونز بيصعد للمباراة النهائية للدوري الإفريقي اللي بيقام لأول مرة، لأن صن داونز في المباراة الأولى فاز بهدف مقابل لا شيء، يبقى كده مجموع اللقاءين فوز صن داونز 1-0. هيلاقي الوداد المغربي، الوداد قدر ان هو يفوز على الترجي في ملعبه بركلات الجزاء بعد ما الترجي فاز بهدف، وطبعا المباراه الاولى كانت الفوز للوداد بهدف، فتعادلوا في المباراتين 1-1، وقدر الوداد المغربي ان هو يصعد للمباراه النهائيه بعد الفوز على الترجي التونسي بملعبه بركلات الحظ الترجيحيه. يمكن النادي الاهلي لعب بطريقته المعتاده 4-3-3، صن داونز بقى لعب بطريقه مختلفه شويه، يعني كل الناس بتقول ان صن داونز بيلعب بثلاثه 4-3، لا، صن داونز النهارده بيلعب باربع مدافعين صراح، اربع مدافعين في الحته اللي ورا او في الحته الخلفيه قدام ويليامز، يمكن مداو رقم 25 ده كان ناحيه اليمين او كان الباك رايت، وكان كويتزي وكيكانا بيلعبوا في وسط اثنين مساكين، وكان بيلعب في وسط الملعب عبد المنعم بوطاويل، دول الاربعه اللي كانوا ورا، كان قدامهم ثلاثه مافالا وموديبا وإليندي، وقدام الثلاثه اللي قدام سيرينو وزواني وماسيكو، فكده طريقه صن داونز 4-3-3. فصن داونز غير الطريقه بتاعته، لان كان في المباراه الاولانيه بيدي مهام هجوميه للمساكين اللي بيلعبوا في الخط الخلفي سواء موديبا او كويتزي، اللي كان موديبا بيكمل من ناحيه اليمين وكويتزي كان بيكمل في عمق الملعب، فالنهارده لا، الواجبات الهجوميه للعيبه دي قليله شويه. النادي الاهلي اضاع فوز كبير جدا الشوط الاولاني، النادي الاهلي نجح الشوط الاولاني في السيطره على المباراه بالكامل، وضغط صن داونز في ملعبه، وكان عامل ضغط وبرس من قدام على لعيبه صن داونز ومنعهم من بناء الهجمه، فبالتالي الضغط دوت خلى النادي الاهلي ان هو بيتحكم في رتم المباراه، وكان في اخطاء كبيره لعيبه صن داونز، وضربه الجزاء كمان اللي علي معلول اهدرها بعد ما برس طوق حصل عليها اثرت شويه على لعيبه النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي كمل في الضغط. يمكن كهربا كان بيضغط كويس جدا على حارس المرمى، غلط في اكتر من كوره، ولكن مفيش ترجمه للفرص ديت او للكور السهله ديت انها تترجم لاهداف. صن داونز كان منظم بعض الشيء، يعني صن داونز كان منظم بعض الشيء في الحته الدفاعيه، كل لعيبته بترجع في نص ملعبها في حاله فقدان الكره. الشوط الثاني الحال ما اتغيرش، يمكن النادي الاهلي فضل بيضغط على صن داونز في نص ملعبه، ولكن ما كانش بخطوره الشوط الاولاني. حتى التغييرات اللي النادي الاهلي عملها ما حسيتش ان غيرت من الاداء، لا بالعكس، اداء النادي الاهلي بعد التغييرات اللي اتعملت واللعيبه اللي نزلت، اداء النادي الاهلي تراجع، ما بقاش في خطوره على المرمى. يمكن اللعيبه دي وهي موجوده الشوط الاولاني كان في خطوره، اما خرج حسين الشحات ونزل رضا سليم، خرج كهربا، وخرج مين تاني من لعيبه النادي الاهلي ونزل قفشه، خرج مروان عطيه، فالنادي الاهلي عمل ثلاث اربع تغييرات، ولكن التغييرات اللي نزل الناس اللي نزلت من بره ما اضافتش. رضا سليم طبعا ما لحقش يعمل حاجه، الراجل اتصاب وخرج، احمد عبد القادر الراجل اصلا بعيد عن الماتشات، وانت يا عم كولر لما انت حاطط احمد عبد القادر في حسابك في حساباتك وساعه الجد عارف ان امكانياته احسن من امكانيات طاهر، وعارف امكانياته ممكن تديك الحل، ليه في الماتشات اللي قبل كده انت راكن الراجل دكه، ما تدخله في المباريات مع زمايله عشان يبقى واقف على رجليه؟ نزول صلاح محسن ما اضافش، نزول مودست ما اضافش للاهلي اي شيء. فتحس ان رتم الفرقه الشوط الثاني بعد التغييرات اللي نزلت، لا، الاهلي ما كانش احسن حاجه، بل بالعكس كان في بدايه المباراه افضل، وكان في بدايه الشوط الثاني افضل. عجبني قوي اثنين لعيبه عجبوني طوال المباراه، اثنين لعيبه عجبوني طوال المباراه. اول حاجه اكرم توفيق، اكرم توفيق الراجل بسم الله ما شاء الله راجع من الاصابه ربنا يحميه، النهارده حط ماسيكو دوت، ماسيكو ده مسك محمد هاني الماتش الاولاني هراه بمعنى الكلمه، بقى رايح جاي واخد المساحه دي كلها لحسابه. اكرم توفيق الوقت اللي نزله هناك في بريتوريا والمباراه ديت ماسيكو ما عملش اي خطوره على المرمى، كان اكرم توفيق كل الكور والمشتركه كان بيقدر اكرم ان هو يستخلص الكوره ويبتدي يبني الهجمه من تحت، ده رقم واحد. لعيب تاني من صن داونز لعبني جدا من المباراه الاولى ومن المباراه دي بالتحديد، اللي هو ميداو الباك رايت او الباك اليمين رقم 25، الباك ده نموذج للباك اليمين العصري، راجل في المباراه الاولانيه كان بيعمل ادوار هجوميه وفي نفس الوقت بيعمل ادوار دفاعيه، في المباراه دي اتبدل عليه ثلاث لعيبه من افضل لعيبه النادي الاهلي، سواء حسين الشحات او رضا سليم اللي ما كملش او احمد عبد القادر،
وعلي معلول اتبدل عليه الناس دي كلها، والراجل كان قافل الحته دي على قد ما يقدر. هو كان يعاب على حسين الشحات ان هو كان لازم يبقى في جمعيه مع امام عاشور خلف الراجل دوت، ولكن الراجل دوت لعيب مهم جدا في فرق صن داونز، واعتقد ان هو لعيب دولي وبيلعب في منتخب جنوب افريقيا. الاثنين اللعيبه دول بالتحديد اكرم ومداو كان لهم تاثير كبير جدا في المباراه النهارده او في المباراه اللي فاتت. انا بقول مداو ليه؟ لان كمان اللعيب اللي بيلعب قدامه اللي هو سيرينو ما بيدافعش كويس، فالراجل حتى اللعيب اللي بيلعب في وسط الملعب اللي هو اليندي المفروض اللي بينزل يساعد معاه برضه ما بيدافعش بشكل كويس، فالراجل ده كان متحمل العبء، وكان اللي بيغطيه من ناحيه في ظهره كان اللي بيغطيه اللاعب رقم 40 اللي هو كويتسي. فميداو واكرم توفيق ارفع لكم القبعه. بالنسبه لضربات الجزاء، نادي الاهلي ضربه جزاء برستاو صحيحه 100%، طبعا علي معلول اهدرها. في ضربه جزاء على النادي الاهلي محمد الشناوي عمل ركله جزاء، ولو الكره اتعادت اكتر من مره كان الحكم حسبها ركله جزاء لان الشناوي داخل على رجل اللاعب. محمد الشناوي انا بستغرب يا محمد، يعني حتى اللعب برجليك، انت راجل بتلعب كره دلوقتي يعني انت راجل النهارده 35 سنه يعني بتلعب كره، درجه اولى من وانت عندك 20 سنه، غير المباريات اللي في قطاعات الناشئين وفي قطاعات الشباب، يعني بقالك تقريبا 25 سنه بتلعب كوره، ازاي ما بتنميش من قدراتك ان انت تلعب برجليك؟ بص الحارس مرمى جنوب افريقيا بيعمل ايه، بص الحارس مرمى صن داونز اللي هو ويليامز بيعمل ايه، بيقدر يبني الهجمه برجله. لازم تتطور من نفسك، تطور من نفسي في بنيه الهجمه، لان انا واحد من مشجعين كره القدم ببقى قاعد خايف ان الكره ترجع لك، خايف ان الكره ترجع لك تغلط فيها، فاخر حاجه انت بتعملها او اكتر حاجه انت بتعملها بتلعب الكره طويله فقط لا غير، انما الكور اللي هي على الجناب، الكور اللي في عمق الملعب، لازم يبقى في شغل من مدرب الاجوان ميشيل يشتغل مع الشناوي على الحته ديت، لازم يشتغل ويطور نفسه في الحته ديت ويبقى عنده رد فعل اسرع واعلى وعنده هدوء شويه، اعتقد انها تفرق مع الشناوي في الفتره اللي جايه لو قدر يشتغل على الحته دي. دي حاجه. صن داونز يستاهل التاهل بفارق هدف. هم لعبوا علينا جيم عالي جدا في ملعبهم وقدروا ان هم يفوزوا 1-0. النهارده احنا لعبنا عليهم جيم عالي جدا بس ما قدرناش ان احنا نسجل. مبروك لصن داونز النهارده، لك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه كبيره بين صن داونز والوداد، ونتمنى ان الوداد ان شاء الله يفوز فريق عربي، وان شاء الله ربنا يوفقه يفوز بالمباراه. ده كان تحليلنا وتقييمنا عن مباراه الاهلي وصن داونز. يا ريت كل الناس ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناه والشير واللايك. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلتحيا مصر، فلتحيا فلسطين، فلتحيا الامه العربيه جميعا. سلام.